مئة هلا بكم بحلقة جديدة من بالعراقي. شركة شيل تعتذر عن عدم الاستمرار بتطوير مشروع النبراس، أكبر مصنع بتروكيماويات بالشرق الأوسط، بصفتها مستثمر رئيس. قرار شيل يعد الثالث لهذه الشركة بعد انسحابها من حقلي مجنون وغرب القرنة. طبعا سبق انسحاب شركة إكسون موبيل الأمريكية من العمل في بعض حقول النفط جنوب البلاد بالعراقي، يناقش انعكاسات انسحاب شركة شيل العالمية من مشروع النبراس للصناعات الكيميائية، وهل سبب الانسحاب أمني لو لوجستي، وهل أصبح البلد طاردا للاستثمار بفعل المخاطر العالية اللي تؤثر على الجدوى الاقتصادية للمشاريع، وشنو الخسائر المتوقعة لانسحاب شركة شيل والمشروع علما قيمته طبعا تقدر ب 11 مليار دولار. طبعا هذا بجانب توفير 40 ألف فرصة عمل مفترضة، فضلا عن إيرادات مالية تقدر بنحو 1,400,000,000 دولار سنويا. وأرحب بضيوفي من بغداد، علي جابر الخبير الاقتصادي، ومحمد صادق الخبير النفطي، ودكتور من واشنطن دكتور أميد شكري خبير في مجال الطاقة، وأيضا انضم إلينا عبر الهاتف مثنى الغانمي المتحدث باسم هيئة الاستثمار. كل الهلا ومرحبا بضيوفنا الكرام، واسمحوا لي أن أبدأ مع سيد مثنى. سيد مثنى تسمعنا؟ يا مرحبا. نعم، اهلا وسهلا بك استاذنا الكريم. حياك الله. دعنا نسال، يعني موضوع حلقتنا هو انسحاب شركه شيل، ودعنا نسال باعتباركم هيئه الاستثمار، لماذا انسحبت شركه شيل من مشروع النبراس للبتروكيماويات؟ ارحب بحضرتك وبجميع الضيوف، وشكرا لاتاحه الفرصه للحديث عن القطاع الاستثماري بشكل خاص وجهود الحكومه العراقيه بتنميه المشاريع الاستثماريه وعوده الحياه في القطاع الاقتصادي وزراعة دعائم ومقومات حقيقية ونموذجية لتشجيع موضوع الثقة ودعائم الثقة لدى المستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء، ونتحدث عن الشركات ورؤوس الأموال الجادة لتنفيذ مشاريع حيوية تحتل أولوية لدى سلم المجتمع العراقي. طيب سيد مثنى، لذلك كان سؤالنا لماذا انسحب شركة شيل مع كل ما تقدم؟ نعم. ما ذكرته. نعم تفضل. يعني نعم، يعني في الحقيقة يعني نجمل موضوع الشركات والاستثمار ليس فقط حصرا على موضوع حلقتكم اليوم. هناك الكثير من التحديات التي تواجه القطاع الاستثماري، يعني وهذا حديث أيضا ورد على لسان دولة رئيس الوزراء وأيضا رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الدكتور حيدر مكير. لذا هناك الكثير ما زال بعض البيروقراطية والروتين والتحديات والمؤشرات السلبية أيضا في القطاع الاقتصادي والاستثماري، تسعى الحكومة وهي جادة في تبسيط هذه الإجراءات، تطبيق قانون القطاع في سنة 2006 وما تضمنه من مواد صريحة وواضحة تتحدث عن مزايا وضمانات وتسهيلات، إضافة إلى الالتزامات التي ينبغي على المستثمرين والشركات الأجنبية والمحلية أيضا الالتزام بها. لذا اليوم عندما نتحدث عن قطاع استثمار لا نتحدث عن قطاع يخلو من مشاكل وتحديات وصعوبات تواجه رؤوس الأموال والمستثمرين الأجانب، لكن طيب ممكن نوضح. هو أنا كانت فقط أريد أعرف من حضرتك يعني أسباب الانسحاب، هذه التحديات اللي ذكرتها، ما التحديات التي تواجه الشركات الاستثمارية في العراق وجعلت الكثير من عندها ينسحب؟ تمام. يعني أستاذ عادل، في الحقيقة نتحدث عن تحديات، لكن الجانب الآخر أيضا هناك مثل ما تحدثنا التسهيلات والضمانات والتقنينات. إذا ما طرحنا موضوع على سبيل المثال بسماية وهو مشروع أيضا عملاق وكبير وأول مدينة تنموية كبيرة في العراق يمتد تاريخها من عام 2010 إلى 2012 إلى يومنا هذا، وبرأس مال كبير جدا وتمتد على مساحة 8000 دونم. أيضا شركة هنوة الكورية الجنوبية دعا رئيس الوزراء إلى دعمها إلى تقديم التسهيلات والضمانات والمزايا وفق السياقات القانونية المعتمدة على اعتبارها الأوائل من الشركات التي دخلت إلى السوق العراقية.
في ظروف كانت للأسف غير مستقرة أمنيا ولا سياسيا، وبالتالي هناك صعوبات تواجه الشركات ورؤوس الأموال. لكن بالجانب الآخر هناك اليوم مشهد استقرار أمني وسياسي واستقرار، قرار واضح بدعم القطاع الاقتصادي ناهيك عن الهيئة الوطنية للاستثمار، تشهد بشكل شبه يومي زيارات منتظمة لشركات أجنبية، سواء نتحدث عن عربية خليجية أو أجنبية أوروبية، كذلك شرق آسيا، زيارات لسفراء دول أيضا يريدون أن يطلعون على طبيعة الفرص النوعية والاستراتيجية. جميل. بعيدا نتحدث عن القطاع السري، نتحدث عن القطاع الصناعي، عن الزراعي، عن السياحي والتجاري والترفيهي. نحن أيضا لا ما عدنا بالحديث عن السكن الذي يحتل أولوية لدى المواطن العراقي. طيب جميل جميل يا هذا يعني سيد مثنى، نعم هذا يعني بأن المشاريع الاستثمارية تشمل قطاعات مختلفة. ودعني أسأل باختصار يا حبذا أحصل على إجابة، إذا تتوقع الحكومة بأنه أن تكون هنالك عوائد واردات من هذه الاستثمارات التي تشمل قطاعات مختلفة، الصناعية والزراعة والسكن وغيرها، كم تتوقعون أن تحقق إيرادات وأن تكون منافسا بذات الوقت للنفط؟ نعم يعني بالتالي صحيح كلامك، هناك عوائد كبيرة متوقعة. الخطة المرسومة ضمن البرنامج الحكومي وفقرات البرنامج الحكومي أن لا يكون العراق أحادي الريع ويعتمد على إنتاج وبيع المشتقات النفطية، لذا القطاع الاستثماري في كل السكترات والقطاعات يجب أن تكون ذراعا إضافية لتعظيم موارد. هل هنالك مبلغ محدد سيد مثنى؟ لا، في الحقيقة تعرف الاستثمار يعني عندما تستثمر في مشروع يعني تعطي مسافة زمنية لجني رأس المال هامش الربح، صار يحتاج لرؤية فنية ودراسة، لكنه يمكن أن يكون منافسا للنفط بالواردات. بالتأكيد هذا هو الهدف الاستراتيجي استاذ، لا نتحدث بالتكتيك، نتحدث بلغة الاستراتيجية، يجب أن يكون ذراعا إضافية وناجحة، وهو هذا دائما الدول المتقدمة. نعم شكرا شكرا سيد مثنى، أعلم ضيق وقتكم، أشكرك جزيل الشكر، شكرا لمساهمتك. سيد مثنى الغانمي المتحدث باسم الهيئة الوطنية للاستثمار، جزيل الشكر. ونمضي قدما إذا مشاهدينا بمتابعة موضوعنا اليوم، نتحدث عن موضوع اقتصادية مهمة وتتعلق أيضا بالاستثمار، تتعلق بانسحاب شركة شل. وضيوفي دعوني أبدأ مع سيد علي جابر. سيد علي، يعني انسحبت شركة شل لكن لم أحصل على إجابة حقيقة، يا حبذا أجد الإجابة لديك عن أسباب انسحاب شركة شل من مشروع كبير وعملاق جدا للبتروكيماويات. أستاذ خالد، أستاذ خالد جابر تسمعني؟ خالد الجابر، إيه نعم، نعم أسمع. نعم حياك الله. الله يخليك، الله يحييك. طبعا احنا شركة شل مثل ما تفضلت، العقد مالتها كان والفكرة مالت المشروع مالتها كانت كبيرة، لأنه مصنع بتروكيماويات هو يعتبر أكبر مصنع بتروكيماويات بالشرق الأوسط. والعراق اليوم مقبل على حملة لفتح مصانع كبيرة سواء بالقطاع الإنشائي أو بالقطاع النفطي، واليوم كان أكو ندوة حقيقة ويا بقيادة مستشار رئيس وزراء بخصوص منح القروض السيادية للقطاع الخاص بقيمة 85% من أي خطوط إنتاجية. فانسحاب شركة شل طبعا هنا برأيي بسبب الرئيسية، عقود التراخيص اللي موجوده مع الشركات ويا شركات التراخيص ويا الحكومه العراقيه هي عقود خدمه. فاليوم انه كل الشركات النفطيه تريد تروح باتجاه عقود الشراكه وليس عقود الخدمه، لانه احنا نشارف على انتهاء هذه فتره هذه العقود. هذا جانب. الجانب الاخر انه شركه شل دخلت بالمفاوضات ويا وزاره الصناعه والمعادن ووزاره النفط من 2015، وكان المفروض أن يخلص المشروع بال 2021 اللي هي فترة سنوات من إنجاز المشروع، ولحد هذه اللحظة هم ما صار المشروع على أرض الواقع. ولكن بتصريح شل نفسها أنه هي انسحبت من مشروع البتروكيماويات بسبب تغيير فكرها الاقتصادي، ولكن هي ما زالت داعمة بخصوص الغاز وشريكها استراتيجي شركة نفط البصرة. لذلك اليوم الشل حتى باللقاء الأخير اللي صار في هولندا ويا السيد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي أكد
مدير تنفيذي شركة شل أكد على هذا الموضوع. هذا من جانب. هل العراق اليوم مقبل على مصانع؟ نعم، الحكومة اليوم فسحت المجال للقطاع الخاص وأعطت ضمانات، ضمانات سيادية اللي إحنا كنا نبحث عليها طوال 20 سنة الماضية، لأنه المفروض القطاع الخاص اليوم يتكلم بلسان البزنس العالمي. نعم. لأنه معظم البزنس الموجود في العراق هو بزنس بموديل محلي وليس بموديل عالمي. نعم. نعم، سنأتي لهذا الموضوع، يعني مسألة بقية كيف يمكن الاهتمام بمسألة الاستثمارات. دعني أتحول يعني هنا بالسؤال وأبقى في ذات السياق حول شركة شل وانسحابها. سيد محمد صادق وحضرتك خبير نفطي، ممكن نعرف أكثر حول طبيعة هذا المشروع اللي انسحبت من عند الشركة؟ هل واحد هو من المشاريع يعتبر المتلكئة؟ طيب هل هنالك غرامات يجب أن تفرض على الشركة لعدم الوفاء بالتزاماتها؟ المشروع كان المفروض من 2015 6 سنوات ولحد الآن وانسحبت حاليا، من يتحمل المسؤولية؟ من أخل بشروط العقد؟ أهلا وسهلا بك وبضيوفك ومشاهدين قناتكم الكرام. عزيزي، هو هذا المشروع بدأ دراسات الجدوى إلى وإقراره بال 2014، صار 8 سنوات. الأمور قبل 8 سنوات ليست هي الأمور في الوقت الحالي. يعني احنا إضافة إلى الروتين المعقد عندنا وضعف كفاءة الأداء، يعني تسبب أنه خسارة لمشاريع كبيرة بالبلد تتلكى وتتأخر وربما عشرات السنين، وبالتالي كل الدراسات اللي وضعت بداية المشروع الابتداء بالمشروع تصبح قديمة وغير ملائمة للوقت الحالي. يعني الأمر قبل 8 سنوات، هذا بال 2014 وضعت دراسة الجدوى والخطة مال إنتاج هذا المشروع، يعني بناء هذا المشروع. حاليا احنا العراق ما عنده غاز، حتى هو أساسا المادة الخام لهذا المشروع هي الغاز المنتج مع النفط او الغاز الحر. احنا غاز حر ما عندنا ننتجه، نعتمد على الغاز المصاحب للنفط. حاليا العراق ينتج من الغاز 2800 مقمق باليوم، المقمق هو 1 مليون قدم مكعب قياسي، يقدر يستثمر منها حوالي من 1500 الى 1600 مقمق باليوم، والباقي يحرق. بس هو يحتاج ايضا للوفاء بالتزامات الصناعه وانتاج الكهرباء، يستورد من ايران حاليا 1200 مقمق. فاذا هو العراق جاي يستورد غاز حتى ينتج الكهرباء، فكيف يوفر غاز لصنع بتروكيماويات؟ الاشكال اللي صار انه الحسابات اللي وضعت بال 2014 اعتمدت على انه من جولات التراخيص راح ننتج 8 مليون برميل باليوم او على الاقل 6 مليون برميل، والدوله كانت حسب ما اعلنها وزير النفط السابق الاسبق حسين الشهرستاني قال احنا راح نصدر راح يبلغ انتاجنا 12 مليون برميل نفط باليوم. احنا هسه حاليا حتى الخمس ملايين ما وصلناها. اذا نريد نوفر غاز لهذا المشروع لازم نرفع انتاج النفط الى حوالي 6 ملايين برميل حتى يتوفر لنا غاز لهذا النفط. احنا ماكو فايده ننشئ مشروع والماده الخام مالته نرجع نستوردها من الخارج. اعتقد يعني هذا اذا تعاد دراسات الجدوى، لازم تعاد دراسات الجدوى لان دراسات الجدوى وضعت في وقتها في 2014 على اعتبار الغاز يتوفر من داخل العراق، الغاز العراقي. هسه حاليا احنا ما وصلنا بالانتاج خاصه من الجنوب، والانتاج بالشمال متوقف، حقول كركوك متوقفه. نعم. من زمان توقفت حقول كركوك، من داعش احتل المناطق هاي ودمر الانبوب اللي يربط الانبوب العراقي التركي، فبعد توقف تصدير النفط من حقول كركوك. حتى حقول كردستان هم توقف الانتاج بيها. نعم. فما عندنا هسه غاز فائض حتى نستخدمه في الصناعه.
احنا حتى نولد كهرباء جاي نستورد 1000. نعم، اذا لا جدوى، لا جدوى من هذا المشروع. دعنا نشرك سيد اوميد. سيد اوميد، يعني بنظره المراقب الخارجي، يعني لما يجري حقيقه عمليه انسحابات متكرره للشركات، اخرها كان شركه شل، يعني حقيقة ما يطرح من هذا الموضوع، يعني من يتحمل المسؤولية؟ 6 سنوات، أكثر من 6 سنوات، والمشروع يعتبر من المشاريع المتلكية، من هنا يتحمل؟ من سيدفع الأضرار عن هذا التأخير كله؟ نعم، شكرا لاستضافتي وتحياتي للزملاء. فيما يتعلق بقرار شال بالانسحاب من هذا المشروع، الشركة تقول إن هات الآن تفضل أن تستثمر في الطاقة المتجددة بدل النفط على سبيل المثال، وهناك الكثير من المشاريع التي تهمها كلها تتعلق بالطاقة النظيفة. بالعودة إلى سؤالك، علينا أن نعرف أيضا أنه لا نعرف التفاصيل. أنا شخصيا فيما يتعلق بمن سيكون مسؤول عن الأضرار بعد انسحاب شركة شيل من هذا المشروع، ولكن نعرف أيضا أن الاقتصاد العراقي يحتاج إلى استثمارات في مجال النفط، والاقتصاد أيضا يواجه تحديات في العراق بما فيه تأثير الاقتصاد العالمي، لأننا نشهد الانتقال إلى الطاقة الهيدروجينية أو الطاقة النووية أكثر من النفط. وكما قال الزميل أيضا، لابد للعراق أن يستثمر أكثر في مجال الغاز واستعمال النفط في صناعة البتروكيميائيات. هذا يعتبر تنوعا أفضل بالنسبة للاقتصاد. نعرف أيضا أن المملكة العربية السعودية هي الرائدة في مجال صناعة البتروكيميائيات في الشرق الأوسط وكذلك إلى حد كبير عبر العالم. لذلك الاستثمار في الطاقة المتجددة أفضل. العراق يركز كثيرا على النفط، والحكومة عليها أن تغير من سياساتها المتعلقة بالطاقة وأن تبحث على الاستثمار والتكنولوجيا من شركات دولية أخرى، أكانت من الصين أو من الدول الأوروبية أو من أمريكا أو حتى من روسيا. نحتاج إلى استثمار في مجال صناعة الكيماويات، ويجدر أيضا أن تعيد الحكومة العراقية النظر في سياساتها وتنظيماتها النفطية. واضح. إذن ضيوف الكرام، ننتقل إلى فاصل، ابقوا معنا، وبعد الفاصل نتابع انسحاب شركة شل العالمية من تنفيذ مشروع للصناعات البتروكيميائية، يثير القلق لاحتمالية تأثيره على مستقبل الصناعة النفطية. أهلا بكم مجددا. دعونا نتوقف عند تفاصيل تقرير يسلط الضوء على إعلان وزارة الصناعة والمعادن انسحاب شركة شل عن الاستمرار في مشروع النبراس للبتروكيميائيات المقرر إنشاءه في محافظة البصرة، واللي تم الاتفاق بشأنه منذ العام 2015. انسحاب جديد من مشاريع النفط جنوبي البلاد تمثل بإعلان شركة شل بالانسحاب التدريجي من العمل في حقلي غرب القرنة الأول ومجنون النفطيين. ورغم تأكيد الشركة على أن انسحابها مرتبط بتغيير استراتيجيتها الاستثمارية،
إلا أن مختصين يعزون الأمر إلى تعاظم المخاطر على البيئة الاستثمارية في العراق. الوضع الأمني المضطرب في العراق مؤخرا، خصوصا بعد استفحال أو تفاقم الهجمات العسكرية ما بين الطرفين العراقي والأمريكي ومهاجمة القواعد الأمريكية سواء بالعراق أو في دول الجوار، عندما تكون البيئة الأمنية مضطربة هذا يؤثر سلبيا على البيئة الاستثمارية وبالتالي يشكل عامل طرد لكل الاستثمارات الأجنبية ليس لشل، وقد تكون شل هي مدخل جديد لانسحابات أخرى لشركات النفط الغربية خاصة، وبالتالي لن يتبقى في العراق سوى شركات روسية وصينية اللي مهيمن اليوم على قطاع النفط العراقي بشكل واضح. من جهتها تتحدث وزارة الصناعة عن خيارات أخرى لصناعة المنتجات البتروكيماوية المتعددة بعد توقيع عقد مع شركة توتال الفرنسية لاستثمار الغاز الفائض. ووجه دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني وزارة الصناعة ووزارة النفط بدراسة خيارات أخرى تكون أكثر استجابة لواقع الغاز في العراق. وتتجه وزارة النفط إلى التعاقد مع شركات صينية لتحل محل الشركات العالمية التي انسحبت من العراق، فضلاً عن تطوير عمل شركاتها. انتقالات الفعاليات النفطية من شركة أكسن موبيل العملاقة إلى شركة بتروتشاينا أيضاً العملاقة هي يعني موضوع طبيعي، وكان استلام بشكل سهل وتحت إشراف نفط البصرة. هنا راح بخصوص زيادة الفعاليات نستمر بزيادة الإنتاج إن شاء الله. وضعنا خطط وراجعنا الخطط الموضوعة سابقا والمتفق عليها سابقا مع شركة نفط البصرة ووزارة النفط. وقبل شركة شيل انسحبت شركات عدة أبرزها أكسون موبيل الأمريكية ولوك أويل الروسية وبريتش بتروليوم البريطانية. انسحاب شركات النفط العملاقة من مشاريعها الاستثمارية في العراق قد يعيق خطط رفع إنتاج النفط إلى 6 ملايين برميل يومياً مطلع العام المقبل، لكن وزارة النفط تؤكد أن خطتها تسير وفق ما مرسوم له بعد اعتمادها على شركات بديلة. نجاح العابدي، الحرة، البصرة. أجدد ترحب بكم من جديد في المحطة الثانية من برنامج بالعراقي. سيد خالد الجابري، يعني ربما تعد هذه انتكاسة وإن لم تكن الجهات الحكومية يعني مسؤولة عن هذا الانسحاب، أليس كذلك؟ ولكن دعنا نسأل هنا، من المتضرر ومن المستفيد من انسحاب شركة شيل هنا؟ نعم، الحقيقة بشكل عام الاقتصاد هو يتضرر من أي انسحاب لأي شركة كانت سواء صغيرة أو كبيرة، فما بالك بالشركات الكبيرة مثل شركة. ولكن العراق اليوم، أكرر أنه اليوم هو مقبل على عملية انفتاح وعملية استقطاب لهذه الشركات. أكرر موضوع مهم، أنه شل وغيرها من الشركات هي تغيرت نظرتها الاقتصادية من الوقود الأحفوري إلى نوع بدال الوقود المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، هذا يجبنا إلى مخرجات كوب 28 الذي حدث في الإمارات العربية العام الماضي. مخرجات كوب كانت هناك تسجل ضرائب وتسجل تقليل انبعاثات الوقود الأحفوري، واستطاع العراق أن يؤجل هذا الموضوع إلى 2050 مع الدول المنتجة أيضا للنفط. لذلك عملية الاستثمار في المجال النفطي هي معدودة، وكل معدود منتهي، فتأجلت إلى 2050 أو 2060 وممكن أن تتأجل إلى 2075، ولكن نحن ذاهبون بعملية انخفاض بالاستثمارات النفطية والذهاب إلى استثمارات من نوع آخر، وهذا ما حدث مع شل طبعا. شل اليوم مستثمر في الغاز، وبدليل استثمارات موجوده. هذا جزء. الجزء الاخر، هل البيئه الاستثماريه في العراق جيده؟ لا احد يقول ذلك، خصوصا القطاع الخاص لا يقول انه البيئه الاستثماريه في العراق هي جيده، ولكن بالنتيجه انه البيئه الاستثماريه اليوم الحكومة تسمع ما يحتاج القطاع الخاص لغرض تهيئة هذه البيئة الاستثمارية.
مثلا بخصوص الضمانات السياديه، بخصوص الدعم اللي تعطيه الحكومه للقطاع الخاص، هذا اليوم اصبح موجود سواء بالقطاع النفطي او القطاعات الاخرى. قبل غير متوفر، تماما غير متوفر. كانت مبادرات خجوله، وكانت هذه المبادرات حقيقه لا تستقطب الشركات الكبيره، ولكن اليوم لا، بهذا الدعم الموجود ممكن الشركات الكبيره ان تحدث تغيير. هذا من جانب. من جانب اخر، اليوم احنا عندنا بالصناعه النفطيه العراق يجب ان يضع استراتيجيه، وحسب علمي بدا ياخذ خطوات بهذا الجانب، حيث تم تاسيس او الشروع بتاسيس الشركات الكربونيه والتعادل الكربوني، وهذا اعلان واضح انه العراق بدا يذهب باتجاه الوقود النظيف، وبدا الذهاب بهذا الاتجاه وتنوع الاقتصاد. ولا افشي سرا ان قلت انه الخطه الحكوميه التي اعلنت على الجميع تقول نحن نعتمد على موارد الغاز، موارد العفو النفط والوقود الاحفوري بنسبه تتجاوز 93%. نعم. ومراد لها ان تنزل هذه النسبه والذهاب الى تنوع اقتصادي اخر. نعم. غير موارد النفط، وهذا ما يجب ان يحدث حقيقه. نعم، واضح. لانه مثل ما قلت بالبدايه، واضح، يعني إشارة حضرتك بأنه ما زال العراق يعتمد بشكل يعني على الوقود الأحفوري وعلى النفط بشكل كبير جدا. ودعنا نشرك يعني سيد محمد صادق، سيد محمد، يعني ربما هذا الانسحاب لهذه الشركة وغيرها من الشركات العاملة في المجال النفطي، هل يشكل عقبة هنا في طريق الارتقاء بالإنتاج النفطي؟ وللعراق لديه خطط كما أشرنا سابقا بالوصول بالإنتاج اليومي إلى أكثر من 12 برميل، مليون برميل يوميا، على الأقل 6 ملايين برميل يوميا في كخطوة أولى. هو موضوع مشروع نبراس ما يتعلق ب يعني استثمار في مجال النفط، فيما يتعلق بانسحاب الشركات الناشطة في المجال النفطي سيد محمد. نعم، فيما يتعلق بالشركات الناشطة في مجال النفطي، هل سيؤثر هذا الانسحاب لشركة شل على بقية الشركات؟ نحن نعلم إذا كان انسحاب لشركة سينسحب على بقية الشركات ربما. احنا ليش نقعد نلطم ونبكي على انه شيل انسحبت؟ هي بس الله سبحانه وتعالى حاول بالكون هسه، بس شركه شل هي قد تكون العراقي يبحث عن شركه اخرى ويحيل لها المشروع وتكون افضل من شركه شل. هاي ما انتهت الحياه ولا قامت القيامه. انه جميل. شركه شل علم لن تنسحب لاسباب امنيه. الاعلام اللي يطبل دائما يحاول يدخل العراق انه بلد ما به استقرار امني، الاستقرار الامني موجود بوقت مبكر بعد سقوط النظام عزيزي. والانسحاب من حق المجنون ليس لاسباب امنيه، وما لاسباب اقتصاديه خاصه بها استثمار في مجال الغاز، ولا زالت شركه شل تعمل في استثمار في مجال الغاز. مشروع نبراس صار قديم بالنسبه لظروف الصناعية الحالية، وصار الاتجاه نحو الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة والاستغناء عن الطاقة الأحفورية. واضح، وضحنا هذا الموضوع في الجزء الأول سيد محمد. برأيك الآن الدخول للشركات الأخرى الصينية والروسية أيضا ستملأ الفراغ برأيكم وتستطيع الارتقاء بالإنتاج النفطي لما يطمح إليه العراق؟ ممكن أنه تدخل شركات أخرى عالمية موجودة وتنفذ المشروع، ليش لا؟ يعني عزيزي، هو المتوقع من أرباح المشروع حسب ما ذكروه، أنا ما عندي يعني رقم عن الأرباح اللي يحققها والفائدة اللي يحققها، يعني 1.4 مليار دولار ما تشكل 2% من موازنة العراق. هذا جزء ضئيل ما راح يأثر، ولا راح تقوم القيامه، ولا راح يتاثر الاقتصاد العراقي به هذا. ومع ذلك الموضوع ما انتهى، يعني ممكن ان شل انسحبت، ممكن ان العراق ينعقد ويا شركه ثانيه لتنفيذ هذا المشروع. بس اساسا المشروع الماده الاوليه اللي يعتمد عليها المشروع هو الغاز، ما راح يتوفر بوقت قريب، يعني يحتاج المشروع الى 1600 مقمق باليوم من غاز الايثان تحديدا، يعني من الغاز الجاف، والغاز الجاف والميثان والايثان، وايضا حتى الغاز الجاف لازم يخضع الى تنقيه ونطلع منه الميثان ويبقى الايثان. ف1600 مقمق
من الغاز الجاف وغاز الإيثان تحديدا يعني من الصعوبة توفيرها في الظروف الحالية، تحتاج عمليات أعقد في معاملة الغاز، وأيضا نحتاج إن نرفع الإنتاج النفطي، لأن احنا هذا الغاز هو غاز مصاحب وليس غاز، نرفع الإنتاج النفطي إلى حوالي 6 ملايين برميل، وهذا المنظور ما يقدر العراق، حتى لو يقدر بالإنتاج بس ما يقدر بالتصريف، يعني ما يقدر، وتحديدات أوبك أيضا ما تسمح للعراق اليوم ينتج حتى 5 مليون برميل. جميل، طيب دعنا نسمع من سيد أوميد شكري، يعني ما الذي يحول دون وصول العراق لطموحه بالوصول للإنتاج اليومي أن يرتقي إلى 12 مليون برميل يوميا أو على الأقل 6 ملايين؟ سيد دكتور أوميد. نعم، كما تشير العراق يريد أن يصل إلى 12 مليون برميل من الإنتاج النفطي في اليوم، ولكن بعض الحقول النفطية هي في النصف الثاني من إنتاجها، وبالتالي هذا يعني أن الضغط ينخفض، وهي تحتاج إلى تعزيز قدراتها التقنية لتستمر في الإنتاج. ولو تمكن العراق من إنتاج 12 مليون دولار في اليوم، ربما يفوق ذلك حاجيات الأسواق. كما نعرف أيضا أوبك بلس اتخذت موقفا أمس يتعلق بخفض الإنتاج من الآن وحتى شهر يونيو حزيران للتوصل إلى توازن على الأسواق، فليس هناك حاجة بالضرورة لزيادة إنتاج النفط من قبل المملكة العربية السعودية والعراق. العراق يمكنه زيادة الإنتاج تدريجيا مع الوقت، ولكن أيضا لا ننسى أن كل دولة تنتج النفط بعد بضعة سنوات ستضطر دفع ما نسميه الضريبة على الكربون، وذلك يدخل في إطار مكافحة التغير المناخي، هذا طبعا على المدى الطويل. عندها يمكن للعراق أن يلعب دورا أساسيا خاصة في تصدير النفط إلى الأسواق الأوروبية. نعم سيد أومد، بسؤال أخير قبل أن ننتقل إلى فاصل، كم تعتقد بأنه العراق من السنوات سيبقى فاعلا في مجال إنتاج النفط مع ما متوافر لديه؟ سؤال جيد. في الواقع ليس هناك معلومات كافية للإجابة عن هذا السؤال. أكنا نتكلم عن صادرات العراق أو المملكة العربية السعودية أو غيرهما، ولكن نعرف أيضا أن الأسواق العالمية ستحتاج إلى هذا النوع من الطاقة الأحفورية لعقدين، ولكن مع نسبة كربون منخفضة من دون شك، فسنشهد هذه التغيرات في السنوات الماضية، ولكن الحاجة ستبقى لعقدين أو حتى ربما لثلاثة عقود مع كربون منخفض. إذن ضيوف الكرام ابقوا معي، خلونا ننتقل إلى فاصل، وبعد الفاصل نتابع استطلاع آراء خبراء اقتصاد حول كيفية توفير البيئة الآمنة لعمل الشركات الأجنبية بالبلاد. أهلا بكم من جديد. لا يعد انسحاب شركة شيل الهولندية الأول من نوعه من قبل شركات الطاقة الدولية، إذ سبقه انسحاب شركة إكسون موبيل الأمريكية من العمل في بعض حقول النفط، طبعا هذا فضلا عن انسحاب شركات دولية أخرى، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات عن أسباب هذه الانسحابات وعن الخسائر الاقتصادية الناجمة عنها.
خلونا نتوقف عند الاستطلاع، استطلاع لآراء خبراء عن تأثير هذه الانسحابات على الاستثمار بالبلد. انسحاب شركة شل من هذا المشروع راح بالنتيجة راح يأثر علينا ويأثر على كل ما موجود في هذه الشركة، لأن احنا بنينا عليها احتمالات كثيرة مستقبلية وبنينا عليها انه كيفية إعادة هذه الشركة من جديد. أكيد أنت اليوم كحكومة العراقية مطالب بتقديم تسهيلات كبيرة، منها تسهيلات مالية، تسهيلات ائتمانية، تسهيلات الأرض وغيرها. كل هذه الأمور ستسهم في جذب الاستثمار. العالم اليوم كله يبحث عن الاستثمار، هو المورد الثاني بعد النفط. العراق يجب أن يعزز مكانته الاستثمارية أكثر. الأرض العراقية أرض خصبة. بالنسبة لنا محتاجين إلى البتروكيماويات اللي انسحبت من عندها الشركة، وهذا لا ممكن لازم يصير، لأن العراق لازم يبني، لأن إحنا أول دولة بنينا معامل بتروكيماويات بالعراق، وما ممكن أحد يعطل هذه العملية أو يعترضها. أكيد ستؤثر تأثير سلبي على حصة النفط أو بنفس الوقت على الاستخراج، خاصة ونحن لا نمتلك الشركات العراقية القادرة أن تعوض هذه الشركات، فيفترض أنه يصير هناك عقود، وهذه العقود على ضوء يتم الاتفاق وعدم السماح للتقاطعات السياسية أن تؤثر على موضوع الشركات التي تعمل في العراق. انسحاب الشركات الأجنبية هو ليس انسحاب، وإنما إعادة ترتيب أوراق بالعمل في العراق. هناك بيع لحصص لشركات صينية، وكذلك إعادة ترتيب الأوراق مثل ما قلنا، لأنه عندها مشاريع ثانية في العراق، هي لم تسحب من كل مشاريع في العراق، لديها مشاريع ثانية ومستمرة فيها، لكنه إعادة ترتيب الأوراق هي خاصة بالجدول الاقتصادية التي تدرسها الشركات. الآثار حقيقة آثار سلبية، لكن الحكومة يعني وعت هذا الجانب، بدها تعالج هذا الجانب بمباحثات هادئة فعالة ما بين الجانب العراقي والجانب الأمريكي، وهذه المباحثات تلقي بظلالها على العلاقات الدولية ما بين الجانب العراقي وكل دول العالم بما فيها الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي. لاحظنا بأن هناك استهداف لعمل الشركات في العراق من أجندات خارجية، وأيضا هناك تأثيرات محلية على عمل وشغل واستقرار الشركات في العراق. أجدد ترحبا بضيوفي الكرام والمشاهدين في المحطة الأخيرة من برنامج بالعراقي. سيد خالد الجابري، يعني أشرت حضرتك بالمحطة الأولى إلى أن هناك ربما بعض القطاع الخاص يكون له دخول وأيضا ضمانات سيادية. استمعنا يعني لبعض المحللين السياسيين أشاروا إلى أنه لا توجد شركات عراقية تملأ الفراغ لانسحاب أي شركة ربما أجنبية تعمل بالعراق، وتأثير ربما هنالك تأثيرات التفاعلات التقاطعات أيضا السياسية تؤثر على مثل هكذا موضوع. هل يمكن للشركات التي أشرت إليها أن تملأ فراغ هذه الشركات المنسحبة بأي شكل أو تكون منافسة لها؟ نعم، الشركات العراقية المحلية بالطبع ما تقدر تنافس بشركات مثل شركات بحجم شركة شل أو بهذه الأحجام، ولكن اليوم أمامها فرصة أن تختار شريك أجنبي وتدخل بالمشاريع اللي موجودة. الفرصة مفتوحة. العراق اليوم معدل الاقتصاد به نامي ومتسارع، المشاريع به كثيرة. إذا هسه نبتعد شوي عن الجانب الطاقة بالمشاريع، إحنا عندنا مشاريع بالسكن، عندنا مدن تقريبا تغطي 1,500,000 وحدة سكنية يتم إطلاقها بشكل تدريجي. نحتاج مصانع مواد إنشائية كثيرة، لأنه البلد ينقص بالمصانع الإنشائية، وسوت الحكومة ورشة عمل وجمعت الشركات المحلية وأعطتها ضمان وأعطتها تسهيلات كثيرة لهذا العمل.
حتى من التسهيلات في مجال التسويق للمنتجات النهائية. كذلك الحكومة جادة بعملية دعم القطاع الخاص، وهذا ما نلمسه بشكل يومي. أنا كقطاع خاص اليوم ومؤسستنا معنية بالجانب الاقتصادي بالبلد، فإحنا نلمسه بشكل يومي أنه أكو ندوات وورش وملتقيات لغرض دعم القطاع الخاص. أنه نرجع على سؤال حضرتك، هل أنه شركات القطاع الخاص اليوم المحلية تقدر تسد فراغ الشركات الكبيرة؟ بالطبع لا، ولكن ممكن أن تكون عمليات شراكة بيناتهم، هذا ممكن وارد جدا. العراق اليوم بيئة واعدة. طبعا بالتقرير الأخوان بالاستطلاع الكل أجمعت أن العراق بيئة غير صالح للاستثمار. أنا أتقاطع ويا هذا الرأي، لأنه اليوم العراق يعتبر الأفضل بالمنطقة من حيث الاستثمارات ومن حيث الفرص ومن حيث الجانب الأمني أيضا. الشركات اليوم إحنا عندنا في مجال البنية التحتية هواي شركات أجنبية تشتغل، في مجالات الطاقة في البصرة أيضا أكو الشركات تشتغل. إحنا لازم نميز بين أنه تغيير وجهة نظر الشركة اقتصاديا وبين انسحابها بسبب تعطل أو أكو سوء بالعقود. الشل اليوم والشركات الكبرى بالعالم غيرت وجهة نظرها الاقتصادية، راحت باتجاه الطاقة النظيفة، راحت باتجاه هات اللي أفرضتها مخرجات كوب سواء 28 27 26 أو القبلها، لأنه إحنا بالنتيجة لازم نغادر عملية الوقود. يعني أكو معادلة بسيطة، إحنا اليوم بالعالم نستهلك ما يقارب 100 مليون بيرل، هذا 28% 30% تروح على النقل، مجالات النقل، والنقل بدأ يتحول بشكل تدريجي ولو وإن كان خجول بشكل على سيارات الكهربائية والنقل الكهربائي، هذا يؤثر بشكل مباشر إحنا على الوقود الأحفوري وعلى استهلاكات الوقود الأحفوري. ولكن هل ننسى انه احنا بعد ما نحتاج الوقود الاحفوري؟ انا ما اعتقد هذا الموضوع، على الرغم انه احنا مؤسستنا معنيه بالتحول نحو الاقتصاد الاخضر، ولكن التحول نحو الاقتصاد الاخضر لا يعني مغادره الوقود الاحفوري بشكل 100%. مثل ما اليوم عندنا الفحم غادر العالم منذ 70 سنة، ولكن هل انتهى استخدام الفحم بالعالم؟ لا بالطبع. كثير من الدول اليوم تستخدم الفحم. نعم. لذلك عمليه احنا نعاني من عمليه سوف نواجه عمليه تقليل باستخدام الوقود الاحفوري، ولكن ليس عمليه انتهاء. فهذا لازم تصاحبه خطه موازيه لتنميه موارد الموازنه العامه من جهات اخرى ومن موارد اخرى. وهذا نعم، وهذا ما اريد اسال عنه سيد محمد صادق. يعني حقيقه الامر هذه الموارد الاخرى، هنالك من اشار من ضمن الاستطلاع الى انه الاستثمارات مهما كانت باختلاف انواعها يجب ان تكون يعني واحد من الموارد المنافسه للنفط في بهذا الشكل. يعني ما اريد نلطم مثل ما ذكرت حضرتك على انسحاب شركه شيل، ولكن هل وفرنا الارضيه المناسبه لشركات اخرى تعمل في هذا المجال فيما يتعلق بالبيروقراطيه والفساد والقضاء عليها؟ ما هي الخطوات التي قامت بها الحكومه من اجل ترشيد وتسهيل دخول هذه الشركات للعمل بالعراق في مختلف المجالات؟ يعني هي الحكومه صدرت عده قرارات في مجال أنه تحويل العراق إلى بيئة جاذبة للاستثمار، ولكن لحد الآن يعني الفساد والروتين والبيروقراطية وضعف الأداء لا زال يأثر على الاستثمار في العراق لحد الآن. ما نقدر نقول العراق طارد 100% للاستثمار، ولا نقدر نقول العراق بيئة جاذبة للاستثمار، ولكن بين حاليا يعني. نعم. طيب دكتور أوميد، يعني شكرا حضرتك. ما هي التحديات التي تواجه حقيقة الاستثمارات في العراق بمختلف المجالات؟ نعم، كما قال الزميل تكلم عن المشاكل الحالية، ولكن
من الصعب قبل أن تحل المشاكل الداخلية في العراق أن نجلب الشركات العالمية للاستثمار. ما هي هذه المشاكل سيد أوميد؟ كما سبق وقلت، على العراق أن يعيد النظر بسياسته النفطية، وعليه أن يخفف من الفساد، لأن الفساد هو التحدي الكبير لأي مشروع عالمي. كنا نتكلم عن دولة متطورة أو غير متطورة، أو في قطاع النفط أو في قطاع آخر. بيئة الفساد تخيف الشركات الدولية التي تفضل أن لا تدخل هذه الدول التي تعاني من الفساد. هنا لابد من حل الفساد والبيروقراطية وتعديل السياسات النفطية. وهناك من دون شك أيضا المشاكل الأمنية في العراق وفي الإقليم. مع كل هذه الظروف يصعب جلب الاستثمار الدولي على الأقل إلى العراق. ومن دون الشركات الطاقة العالمية لا يمكن أيضا للعراق أن يتقدم في مجال إنتاج النفط. الحكومة العراقية لم تتمكن من إيجاد بديل لشيل وضيعت الكثير من الوقت. هنا لابد من العراق أن يبدأ بتعزيز صناعته الكيميائية وكذلك تصديرها، لأن ذلك يعتبر أساسياً بالنسبة إلى البلاد. الحكومة ضيعت 9 سنوات وهي تبحث عن بديل ولم تحسن الظروف. وأتفق مع الزملاء، من الصعب بالنسبة للشركات النفطية العراقية أن تحل محل الشركات العالمية كشيل، لأن العراق يحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة وإلى قدرات مالية كبيرة للاستثمار في القطاع النفطي. نعم سيد أوميد، أشرت حضرتك يعني في المحطة الأولى إلى أنه ممكن للشركات الصينية والروسية أن تملأ يعني هذا الفراغ. يعني برأيكم هذا ألين يصدم فيما يتعلق هذه الاستثمارات الكبيرة والعملاقة بالعلاقات الدولية وعملية تقبلها في الداخل العراقي أيضا، ويجب أن يكون هنالك موازنة؟ لا أعتقد أن كل الشركات الروسية والصينية يمكنها أن تحل محل شركة كشركة شيل، ولكن هناك بعض الشركات مثل السي أم بي سي التي يمكنها أن تستثمر في قطاعات الصناعات الكيميائية في العراق وفي قطاع الطاقة بشكل عام. تبقى المشكلة الأساسية هي الوقت والمال، لأنه كما سبق وقلت العراق يحتاج إلى صناعات بتروكيميائية، والشعب العراقي من جهة أخرى يحتاج إلى وظائف. والشركات الكبيرة، كان مثلا مشروع شيل سيشغل 40,000 عراقي، وقد بالتالي فقدت هذه الفرصة وضيع الوقت. لذلك يجدر إقناع الشركات الكبرى بالاستثمار، لأن غيابها يؤثر على الاقتصاد العراقي. لابد من تحسين الأمور وحل مشاكل الفساد والبيروقراطية الداخلية وكذلك المشاكل الأمنية. نعم سيد أوميد، باختصار لو سمحت، يعني بنظرة المراقب الخارجي، ما هي القطاعات الأكثر استقطابا في العراق للاستثمارات الأجنبية؟ سؤال جيد جدا. في الواقع قطاع الطاقة هو الأفضل بالنسبة للشركات العالمية للاستثمار، وفي العقد الماضي جاءت الكثير من الشركات من أمريكا واستثمرت في العراق، لأن قطاع الطاقة هو مهم، ولكن الظروف الحالية البيروقراطية الأمن والفساد تؤثر على ذلك. من بغداد
خالد الجابري الخبير الاقتصادي، ومحمد صادق الخبير النفطي، ودكتور أميد شكري الخبير في مجال الطاقة، وكان معنا عبر الهاتف مثنى الغانمي المتحدث باسم الهيئة الوطنية للاستثمار. وسلامتكم، انتهت حلقة اليوم مباشر بالتأكيد موضوع عراقي جديد. يمكنكم متابعة البث والإعادة على منصاتنا المختلفة والتفاعل مع ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي. نقول لكم بالعراقي أودعناكم.